كنا وتابعنا مع العديد من الأقباط والشعب القبطي ومع أسرة القبطي الشاب مينا عبد السيد تفاصيل اختفائه في البداية والنداء الذي أطلقته أسرته لما كان مختفي من يوم 23 يناير الماضي من حوالي أسبوع، لما الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ يفيد بتغيبه يبلغ من العمر 23 سنة، وبعد تفريغ الكاميرات تبين أن آخر ظهور لمينا كان أثناء سيره بأحد الشوارع ويقف إلى جانب سيارة متحدثا مع سائقها، ثم تابع سيره بعدها. يعني حصلت تطورات في الساعات الماضية، ويعني كانت لأسرته هذه الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. كان أهم هذه الفيديوهات هي فيديو لوالدة الشاب القبطي مينا عبد السيد. نشاهد معا هذا الفيديو. ارمي وراي سلام يا ابو الكرم ده، كنا هنا المستشفيات، كنا هنا مالك يا ريس عبد راسي عبد السيد عبد الله نفسك عشان خاطر عيني مينا عبد السيد كل يوم هنا عشان مين الغلبان اللي ما بيهشش ولا بيهش كل يوم هنا. انا نجوى كامل اللي بتشتغل في الاسعاف في هيئه الاسعاف المصريه. انا نجوى كامل اللي بتشتغل في هيئه الاسعاف المصريه. امبارح جوزي عبد الفتاح، امبارح جوزي عبد السيد اللي شغال في شركه السكر نجد عشان تبعت له ابنك مينا، وكان عنده امل. امبارح جات لنا تليفون بالليل من الاسم، قال لنا اصبروا يومين وابنكم هيجي. النهارده الصبح يتصلوا بينا ويقولوا لنا تعالوا على اسم مكتوب نستلموا منه. السالي بيتني يا ريس بوكسات في عينيه، حرقي في ايديه، مرمي في البلاعة ومش منفوخ يا ريس. اخويا مات شهيد، انا عارف ابني مات النهارده الصبح، رموه النهارده الصبح بعد ما قالوا لنا ان هم هيبعتوه. شاير يا بشاير. كان هناك فيديو اخر ايضا ظهر لاسرته بعد ما تسلموا جثمانه من الشرطه، ويعني بنعتذر عن إذا كان هناك بعض المشاهد المؤلمة، لكن يعني دي حقيقة ما حدث، وإحنا يجب أن نعرض كل التفاصيل. نشاهد معا هذا الفيديو. مينا، مينا اتحرق، مينا اتحرق، مينا، مينا أول ما احنا ضغطنا على الداخلية مينا اتحرق. اوعى يا اوعى يا انا اوعى اوعى يالا اوعى يا ناد اوعى اوعى يالا اوعى يا ابني. لازم الناس تعرف مين اتحرق. بشاي يا حبيبي انت مالكش دعوه. مين اتحرق؟ مين اتحرق؟ اوعى ما استناش. انا عايز اعرف مين اللي حرق الواد. انا عايز اعرف مين اللي حرق الواد. كده ما ينفعش اخوك كده. حط ايدك على التليفون. مين لسه محروق؟ مين لسه محروق؟ انا عايز وزير الداخليه يطلع يقول لي الواد ده حصل كده فيه ازاي. مين اتحرق ولبسوه هدوم غير هدومه؟ مين اتحرق؟ اوعى ما تمسكنيش كده. طب اوعى ما اسمعكش، ما اسمعكش يا عم. اوقف بس. لا لا ما اهداش، ما اهداش. الواد ده لازم. المشكلة انه زي ما حضراتكم سمعتوا من الكلام الذي قيل في هذا الفيديو، انه في البداية وزارة الداخلية لما بلغت الام وقالت لها هنرجعهولك او هنلاقيه ونجيبهولك في خلال يوم او يومين، بعدها ظهرت جثته، وبعدها زي ما حضراتكم سمعتوا على لسان اعتقد كان اخوه اللي قال ان هو لسه محروق وانه لبسوه هدوم مش هدومه. معنا على التليفون والد الشاب القبطي مينا عبد السيد. مساء الخير يا فندم. الو. ايوه حضرتك على الهواء. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. تعازينا ليك ولكل افراد الاسره. الله يخليك يا فندم. شاكرين. توصف لنا الحال دلوقتي ايه في اسرته؟ والله يا حضرتك احنا مستنيين نتيجه التحقيقات بتاعه النيابه، ومنتظرين
عدالة السماء لو في أي مشكلة مش كويسة، لو في حاجة طبعا طبيعية احنا برضو منتظرينها، يعني احنا منتظرين الحقيقة بس يا فندم والله. أي حاجة أكتر من كده يعني. طيب كان في كلام من السيدة والدة مينا يعني عن إن وزارة الداخلية في البداية كانت وعدت إن هم هيلاقوه وهيرجع في خلال يوم يومين. والله يا فندم الكلام ده حصل حقيقي من حد عندنا من اسم العمرانية، إن هو بعت لي وقال لي هم يومين إن شاء الله وابنكم هيرجع. وطمنا صدقني، حتى تاني يوم احنا لما تاني يوم على طول لما رحنا فعلا اتصلوا بينا على تليفون مينا نفسه على خط مينا، قلنا لا ده كده مينا رجع تمام حضرتك. حتى لما كان عندنا زملاء اخوه مسلمين كانوا بيعزوا المدام بتاعتي في البيت، فبعد ما نزلوا في الشارع وجالنا المكالمه ديت عن طريق خاله، لانه خاله كان برن عليه كتير، فكلمه بتاع دوره خاله كلمني كلمها في البيت، قال لها مينا رجع وكده. هي فرحت جدا ونادت عليهم في الشارع وقالت لهم مينا رجع مينا رجع، ونزلنا فعلا في ثواني معدوده تحت عشان نروح اكتوبر عشان ناخد مينا. يعني احنا طالما قلنا التليفون حد كلمنا من عليه خلاص ده احنا اطمنا. ايوه يعني تليفونه فجاه اشتغل وظهر. انا بقول لحضرتك حد كلمنا من على الخط بتاعه، من الخط بتاعه من التليفون. تمام. من التليفون بتاعه. طيب تمام، عرفتوا مين اللي اتصل من على الخط بتاعه؟ حد من رتبه من الرتب هناك في اكتوبر يعني. ايوه الكلام ده كان امتى؟ الكلام دوت كان اليوم اللي احنا لقينا فينا مينا قبل كان يوم ايه يا رب مش فاكر بالظبط، الايام كلها دخلت في بعضها قبل يوم الدفن بيوم يعني. قبل ما تلاقوا يعني جثمانه؟ ما انا بقول هو اليوم اللي احنا لقينا فيه جثمانه حضرتك. ما هو اتصل بينا عشان يبلغنا، احنا رحنا هناك لقينا بدل ما يدينا مينا قال لنا بس هو مينا تعبان شويه وهنوديه المستشفى. ايوه هو زار يعني لقوه بس مش عارف بقى. وطبعا هل قلنا احنا اكيد هو تعبان شويه او مخضوض او حاجات زي كده مثلا. ايوه رحنا هناك لقيناه فين والد مينا. انا طب الباقيه في حياتك وكده يعني، طبعا انهارنا خالص طبعا لما سمعنا الكلام دوت وكده. ايوه طيب في الفيديو الثاني كان اعتقد كان شقيق مينا بيقول إن هو يعني لسه محروق ولبسوه هدوم مش هدومه، هل ده صحيح؟ لا يا فندم والله أنا بص عشان الحتة دي للأمانة واخد بال حضرتك عشان أنا فعلا كنت أنوع عنها لأن سمعتكم قبل من المداخلة. أيوة وكده هي الهدوم بتاعة ميمة دي هدومه، بس هي المشكلة إن هي كانت متوسخة جامد جدا وأخوه ما قالش اللي هو قال خاله عشان خاله ما يعرفش مواصفات الهدوم كويس. اوكي. فاحنا فعلا لا دي هدوم مينا فعلا ودي هدوم اللي احنا طالع بيها واللي انا قابلت اوصفها للداخليه. فدي طبعا حته خاله ما كانش يعرفها وما كانش عارف الملابس بتاعته يعني، لان الملابس كانت متسخه بطريقه غبيه شويه يعني. ايوه. فمبلوله يعني، فحاجه برضو قال لك لا ده مش هدومه مش معقوله هدومه كده يعني. وطبعا الانفعال برضو يعني بيبرجل للواحد يعني. ايوه ايوه يعني واضح ان هو كان في يعني التباس في الموضوع يعني كان في. لا مش التباس حضرتك، هو الكلام ظهر من خاله على اساس ان هو ما كانش يعرف اللبس بتاعه اللي هو خارج بيه. أيوه. مش 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 اي تعوير في الموضوع يعني. ايوه تمام. حتى احنا الكلام ده انا قلته على قناه الكرمه نفسها، وقلت لا لبس مينا ده كان لبس تمام. احنا كنا عايزين يعني واضح انه حتى الان مش واضح ايه سبب يعني الاعتداء عليه. احنا مش والله عارفين والله يا فندم. انا ابني لغايه دلوقتي حضرتك طلع من شغله رايح يركب المواصلات تمام حضرتك عشان يجي لنا، وده في المكالمه التليفونيه بتاعته تمام. وهو جه
اللي طلع من شغله وشفناه ماشي في كاميرات المراقبه، وبعد كده ما شفناش كاميرات تاني، ومش عارفين ناثر على كاميرات تبرر ان هو سقط في بير وان هو اتجرف بالميه بالمنظر دوت، لان انا شفنا المناطق كلها ما فيهاش ابيار بالنسبه لنا يعني. هم طبعا بيفحصوا الكاميرات وبيشوفوا الابيار اللي هي ممكن تبقى مفتوحه، طب ايه اللي هيعدي مينا للابيار ديت وانا ماشي في شارع يعني؟ فانا طبعا الموضوع غريب جدا. انا فعلا عايز بتساءل فيه، انا عايز اعرف لو في حاجه زي كده هوت. طب هو راح هناك يعمل ايه في الابيار ديت؟ لو راح دوره الميه حضرتك، هو لسه طالع من الفرع بتاع بتاعه قاعد فيه حوالي مش اقل من ساعه، وفي دوره ميه نظيفه جدا وانا شخصيا استخدمتها لما رحت. تمام؟ ايوه. فما اعتقدش ان هو مثلا واحد مزنوق راح دوره الميه يعني يا فندم، يعني ما حاجه مش طبيعيه طبعا. ايوه. في الكلام اللي يعني متواجد انه الاجهزه الامنيه لما لو سمحت لي، الاجهزه الامنيه لما فرغت الكاميرات تبين ان اخر ظهور لي كان واقف بجوار سياره. يا فندم حضرتك احنا مينا عشان بس للامانه برضو، مينا عندي ما بيحبش اصلا يخش دوره الميه في اي مكان بره. أيوة. يعني ابني متعود ان هو يعني طول النهار يلف لازم دوره الميه، لانه من الاشخاص الخجوله جدا ما بيحبش يخش دوره ميه حد يعني. وفي نقطة اللي هي موضوع الكاميرات ديت، حضرتك احنا جبنا الحاجات اللي هي المعلومات اللي هي بتاعة الكاميرات، احنا فعلا احنا اللي جبناها مش الداخلية ساعتها يعني. ايوه. الكاميرات دي احنا فعلا جبناها على اساس ان احنا عايزين ندور على ابننا. فاحنا جبناها يعني وشفناها، وبرده سعيد يعني بعتناها برده للداخلية كشركاء ان احنا عايزين نبين الحقيقة، وهم الناس بصراحة كملوا عليها ودوروا فعلا في الكاميرات. واتمنى ان هم يلاقوا فعلا حاجه يعني مشفيه يعني، وتبعد عننا اي تساؤلات في دماغنا طبعا يعني. ايوه. طيب حضرتك دلوقتي على الهوا تحب تقول ايه؟ يعني لو تحب توجه اي نداء. انا صدقني انا عايز اعرف الحقيقه عشان فعلا صدري يرتاح، وعشان اعرف ابني ايه اللي حصل له، لان انا اب مكلوم فعلا، شايف ابني جثه هامده قدامي، ومش عايز اعرف مبرر ايه اللي حصل. اظن كله ده حق المشروع يا فندم يعني، بس مش اكتر يعني. والدته تعبانه جدا صدقني، واحنا فعلا برضو يعني الاب والام برضو يعني احنا عارفين ان هو راح السما وهو عارف السما، بس برضو يعني عايزين نفهم يعني، احنا عايزين نعرف. اكيد الناس بتصلي عننا جدا يا صدقني، في وربنا مدينا تعزية شديدة جدا الحمد لله نشكر ربنا، بس برضو عايزين حق مينا وحق الدولة برضو، ايه اللي حصل مع مينا يا فندم؟ أيوة. مش حقنا لوحدنا طبعا، ده حق الدولة يعني، عايزين أيوة. هم برضو يعرفوا، ما الناس تعبت مع الفترة اللي فاتت يا فندم في تفريغ الكاميرات، وتعبوا معانا جدا في التحيات، ووكيل النيابة بصراحة يعني فعلا حد مشكور جدا يعني، يعني على 2:15 بالليل وقال للنائب العام استني التحيات، ورجال المباحث فعلا اخواتي يعني، عايز اقول لك انا ناس فتحت لي السجون عشان اشوف ابني فين. فبصراحه اشكر الداخليه يا فندم برضو على المجهود اللي بيعملوه، وهم بيحاولوا يفهموا الحادث زي ايه بالظبط يا فندم، فكتر خيرهم وان شاء الله ربنا يطمنا يا فندم على التحقيقات وسير التحقيقات يا رب، ويبقى فيها إجابة مشفية للناس كلها يا فندم ولينا شخصيا بإذن ربنا. تعازينا لحضرتك ولكل أفراد الأسرة. متشكر جدا لحضرتك الأستاذ عبد السيد عطية والد الشاب القبطي مينا عبد السيد، معنا أيضا على التليفون الأستاذ مينا ميلاد الناشط الحقوقي. مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذ هاني، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. يعني في هذه المشكلة كان في البداية هي نداء لما كان مينا مختفي، وبعدها لما ظهرت جثته، وكان هناك تضارب في الكلام اللي وصل لأسرته من أفراد اسم العمراني. بص يا أستاذ هاني، هو طبعا لغز اختفاء مينا ومصيره اللي هو تعرض إليه دوت، احنا بنعتبره من أغرب الألغاز اللي مرت علينا في الفترة السابقة، لان مينا يعني حضرتك دايما لما بنقول ان يكون في شق جنائي في الموضوع،
لابد ان يكون هناك اشخاص معاديين للشخص دوت معاه مشاكل في مثلا مطلوب في بطار مسجل خطر بيعمل اعمال تخل بالامن العام والاخره. لكن مينا ده شخص مسالم جدا بيحدد كل الشهود تحريات المباحث نفسها اثبت هذا الكلام. الشخص ده ما يعملوش اي حاجه في اي حاجه. ده راجل ما بيعرفش غير حاجه واحده، كنيسته وبيته وشغله، ملوش علاقات تانية، ملوش يعني. حتى من ضمن الحاجات اللي هي تذكر عن مينا ان هو بيقال ان هو لو حد مثلا حاول يضايقه ما بيردش عليه لفظ المضايقه ايه، الله يسامحك. فانسان مسالم للغايه. انما بالنسبه للي حصل في اسم العمرانيه دوت، ده شيء طبيعي جدا ان هو ممكن يحصل لسبب واحد، لان لما الامن بيجد ان في نوع من النفور ونوع من الاحتجاج المتزايد، لابد انه يطمن اهل المختفي او اهل الضحيه الى ان يثبت العكس. فده شيء طبيعي طبعا، هم لازم يقولوا اطمن احنا قايمين بدورنا احنا بندور. وده على فكره مش كلام، ده بالفعل كان بيتم، وكنت بتواصل مع القيادات الامنيه ومتابعين الموقف. لكن جاءت الريح بما لا تشتهي السفن، يعني جاء مصير لم يتوقعه احد. لكن وهل يوجد شبهه جنائيه من عدمه؟ احنا برضو مش هنقتحم خصوصيه التحقيقات، احنا هنسيب التحقيقات تصير في مجراها الطبيعي. والحمد لله ان احنا قدرنا، والنائب العام مشكورا جدا 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 المستشار حماده الصاوي، الراجل ده انا بكن له كل تقدير واحترام، ان هو صرح بعدم دفن الجثه الا بعد تشريحها، وده بيؤكد استمرار التحقيقات في سير مجراها الطبيعي. لان لو الجثه دي تم دفنها بدون تشريح كان ممكن يكون هناك القيل والقال. لكن حتى الان الموضوع تمسير في مجرى سير التحقيقات القانونيه، فبناء عليه مش هنستبق الاحداث ونقول ايه اللي حصل، لان احنا منتظرين التقرير النهائي للطب الشرعي اللي هيقول لنا سبب الوفاه، وهل اتفقت الروايات اللي تم روايتها مع قصه الطب الشرعي ام لا، وهل هيتفق ان سبب الوفاه هو القائه او هو مات قبل ما يترمي يقع في البير او يترمي في البير ايا كان المسمى، ولا هو مات نتيجه الاختناق. طبعا كل الكلام دوت ايه سابق عن معاده، لان لازال الطب الشرعي لم يصدر تقريره النهائي بخصوص هذا الموضوع. اي تمام، متشكر جدا لحضرتك الاستاذ مينا ميلاد الناشط الحقوقي. حتى الان هناك غموض في اسباب الوفاه وكيفيه الاعتداء على الشاب مينا عبد السيد، ولكن بدون شك ان هناك اهتمام من الرأي العام القبطي كله، وهناك يعني مساعي سريعة وقوية لمعرفة حقيقة ما حدث للشاب مينا عبد السيد. كان هناك أيضا تعزية من الأنبا موسى اللي قال أنه عالم بخبر نياحة الابن العزيز والمتميز مينا عبد السيد، والذي شهد له أساتذته وزملاؤه بأنه على خلق ودائم الابتسامة لكل من يتعامل معه. نعرف أن أسرته متدينة ومؤمنة ومتطلعة إلى السماء والخلود عند الرب، ونثق أن مينا الآن في فردوس النعيم مع الملائكة والقديسين. نحن في انتظار نتائج التحقيقات في هذا الحادث المأساوي الأليم. الرب يعزي أسرته المباركة ويعزينا جميعا. ده كان عزاء من الأنبا موسى وأسرة الأسقفية. كان هناك أيضا نعي من مطرانية الأقباط الأرثوذكس لمركزي مغاغة والعدوى بمدينة مغاغة. قالوا فيه تأثرنا كثيرا لما علمنا بخبر نياحة الشاب الابن المهندس مينا عبد السيد، كما تأثرنا لأسباب الوفاة في هذا الحادث، طالبا تعزيات السماء لوالده ووالدته وبقية أفراد الأسرة والعائلة والأصدقاء والأحباء، وأن يعطي للمرحوم مينا الراحة في فردوس النعيم، ونثق في عدالة الرب الديان العادل الذي ينظر ويطالب بحقه، كما أننا ننتظر تحقيقات الجهات المختصة في هذا الشأن. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، حتى الآن السبب الحقيقي للاعتداء على مينا عبد السيد غير واضح، لكننا كلنا في انتظار أن يكون هناك اهتمام أكبر من الأجهزة الأمنية لفك لغز غموض هذا الاعتداء.